شنو السبب اللي كيخليك انك تكون باغي دير واحد الحاجه في اليوم ديالك او حاجات، وملي كتبغي تنعس وكتسول راسك واش فريمون درتي داكشي اللي اتفقنا عليه؟ كلك صوت وجد المواد الامتحانات ديالك او غير شي موديل واحد معين، ولا تقرا ساعه في شي كتاب او سيغ لي فيديو باش تحسن مستوى اللغه ديالك، ولا تسول صاحبك سيغ واتساب على شي حاجه ما فهمتيهاش، ولا تصلي صلاتك في الوقت، ومالوغوزمون كتلقى راسك ما درتيش هادشي. اذا انت غير كتحلم وكتوهم راسك باللي راك باغي دير، شحال قدك تهرب وشحال غادي نزيدك ديال الوقت باش دير هادشي؟ يومين، 3 ايام، سيمانه، شهر؟ واش باغي تبقى تضيع في وقتك والوقت هو من اعظم النعم اللي عطاك الله؟ وغادي تسال شنو درتي فيه؟ واش استغليتيه في طلب العلم ولا شي حاجه غادي تنفع بها الناس غدا، ولا باش تملأ الميزان ديالك غدا امام الله؟ بيان سيغ انا الهدف ديالي ماشي هو نعطيك فقط الاشكاليه ونخليك معلق، نو نو نو، فاللي عليا هو نعاونك ونقترح عليك طرق جد فعاله اللي غادي تساعدك. والطريقه اللي غادي نعطيكم اليوم واعره بزاف وسهله غير اللي ما بغاش، وفيها هاد ثلاثه ديال المراحل غادي نشرحهم لكم بالتفصيل. وانت اللي عليك دائما هو دير بهادشي اللي غادي نقول لك. يلا سي بارتي. ملي كتبغي دير واحد الحاجه وما تنساهاش كيتخصك تكتبها، وهنا هنا في هذه المرحله باش تنوطيها فين تيوقع عليك اكبر عجز عندك. علاش؟ حيت غادي تخصك دفتر وستيلو، وباش تقلب عليهم خاصك تنوض من بلاصتك. مثلا كنتي كتاكل وتفكرتي شي حاجه خاصك ديرها، غادي يجيك صعيب باش تنوض حتى لعندهم وقلب على الدفتر وشوف الستيلو فين طايح. وحتى الا كنتي داكشي اللي باغي دير كاتبه يقدر هذاك الدفتر تلفو ولا ما تكونش هزه معك ديما. وبالتالي حنا خاصنا شي حاجه اللي كنهزها معنا ديما، واللي هي التليفون ديما معك، وحتى ملي تكون تاكل تيكون حداك. اول حاجه كندخلوا لابليكاسيون ديال الميمو، وهذه ما غاديش تحتاج تيليشارجيها، اي تليفون فيه غادي تدخل ليها وتبقى تكتب اي حاجه طاحت لك على بالك خاصك ديرها. تكون غادي في الطريق ولا في ترونسبور تفكر في حاجه كتبها، وملي تكون جالس ولا قبل ما تنعس وتجبد التليفون باش تضرب فيه الطليله سير خليها هي نيت، وغادي تحاول تحط داكشي اللي كتبتي قبل وباغي ديرو بالترتيب وحسب الاولويات ديالك انت. هذه هي الاولى، من بعد هذه، من بعد هذه، ومن بعد ما نحطهم سولون لوغدغ ديالي انا غادي نحاول نفرقهم على الايام بالاسبوع ديالي. وهنا غادي تخصك تدخل الكالندريي حتى هي كاينه في التليفون وما كنتيليشارجيوهاش، وغادي نحط في كل نهار حاجه وحده ولا جوج من هذو اللي كتبت. مثلا غادي نبرك على لاندي وندير كعنوان موديل اكس entre parenthèses juste سوايع، وندوز عاوتاني للماضي ونحط فيه الماده ايكغيك entre parenthèses juste سوايع ولا ثلاثه سوايع مثلا. ومن بعد ما كتفرق هادشي على ايام الاسبوع ديالك كدوز المنبه، وحتى هو عندك في التليفون ما كتيليشارجيش، كلشي عند الريفي في التليفون. في كل ليله قبل ما ننعس كندير الوقت اكزاكت معايا اش بغيت نبدا نخدم ديك الماده ولا ديك الحاجه، ولا كاع غير الكالندري اللي عندك في التليفون حتى هي فيها الريفي انتغري، يعني يمكن لك تحدد فيها النهار ومعايا اش تبدا تخدم. وملي كتوصل لوقيتها كيصوني لك التليفون وكتمشي دير ديك الحاجه، وبالتالي هنايا سهلتي البروسيسيس على دماغك وحيدتي ليه جميع الحوايج اللي غادي يديروا لي العكس. اول حاجه حددتي ليه شنو خاصو يخدم بالضبط، وثاني حاجه درتي ليه نهار اش خاصو يخدمها، واخر حاجه معاياش بالضبط شمن ساعه. فهنايا غير اللي ما بغاش. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère que vous a plu. Je vous souhaite un grand et un très bon courage. Et see you next time.